أهم عمل وأكثر عمل كان يكثر منه نبينا عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان هو الصيام. والصيام له أسرار عظيمة جدا أيها الأحبة. أول شيء، الله عز وجل يجزي به بينه وبين عبده. يعني عباداتك عندما تقف يقول لك اقرأ كتابك، الصلاة، الزكاة، الصدقة، البر، الإحسان، الدعوة إلى الله، كل هذه عبادات تجدها مكتوبة، إلا الصيام سر بينك وبين الله، هو يجزيك به بينك وبينه. تخيل أن ملك من الملوك، ولله المثل الأعلى، يقول لك هذا العمل بالذات يستدعيك شخصيا ليكافئك عليه. ماذا يدل ذلك؟ يدل على أن هذا العمل مهم جدا، لدرجة أن الملك استدعى هذا العبد. فتخيل ملك الملوك عز وجل يقول لك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سبحان الله. طيب، إذن العمل الأول هو الصيام، فيه فوائد طبية، فوائد نفسية، فوائد في الآخرة، والله يجزيك به بينك وبينه. هذا عمل خاص لله سبحانه وتعالى، لأن معظم الأعمال يستطيع الإنسان أن ينافق فيها، إلا الصوم لمن ينافق. العمل الثاني أيها الأحبة، الصدقة. الصدقة إذا كانت في السر تطفئ غضب الرب. كم ذنبا نرتكب نحن اليوم عندما ندخل إلى هذه المواقع التي فيها صور نساء، فيها لهو، فيها موسيقى، فيها أغاني، فيها نميمة على الناس، فيها كلام فاحش، فيها كلام ليس له أي قيمة، فيها توافه الأمور. كم ذنبا نرتكب؟ طيب كيف أعالج هذه الذنوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على طريقة رائعة جدا، قال صدقة السر تطفئ غضب الرب. فإذا الصدقة تأتي بعد الصيام في هذا الشهر الكريم. يعني إذا كان لديك صدقات أخرها لشهر شعبان وتصدق بها، لأن الأعمال أخي الحبيب تصعد إلى الله في هذا الشهر. طبعا هو في كل وقت الله مطلع علينا، والله قريب منا وموجود معي ومعك الآن، يسمعني ويسمعك، يراني ويراك. قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، سيدنا موسى وهارون. فإذا العمل الثاني هو الصدقة، لما لها من أثر عظيم، وبخاصة في هذا الشهر، لأن الناس في شهر رمضان أخي الحبيب تحتاج للكثير متطلبات الحياة كما تعلمون. فشهر شعبان وسيلة للصدقة، لا تنتظر حتى يأتي العيد أو آخر رمضان، لا، منذ الآن تصدق وفرج عن الناس ما تستطيع ولو بالقليل. فالصدقة هذه تطفئ غضب الرب. العمل الثالث أخي الحبيب الذي قصرنا فيه كثيرا، الأرحام، صلة الرحم. يعني اليوم أحدنا لا يتذكر أقرباءه إلا نادرا، يا أخي ولو رسالة، ولو تليفون، ولو كلمة، ولكن حافظ على صلة الرحم. فمن وصل الرحم وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. من لا يرحم لا يرحم. والرحم اشتق الله لها اسما من اسمه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. صلة الرحم هنا لا تعني فقط الأقارب، أنت يجب أن تصل جارك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أن تصل زميلك في العمل، في الدراسة، أن تحسن إلى الناس، أن تتواصل مع الناس. المؤمن أخي الحبيب هو مثل نور، يبث النور أينما تنقل، يبث الفائدة، انصح الناس ولو بكلمة. فإذا العمل الثالث المهم جدا في هذا الشهر صلة الرحم. فإذا كنت قد نسيت، تذكر الآن في هذا الشهر أن الأعمال تصعد أو ترفع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، فأكثر من العمل الصالح، وبخاصة صلة الرحم، وعلى رأسها بر الوالدين. أيضا كثير من الشباب للأسف غفل عن هذا الموضوع المهم جدا، أن تبر أباك وأمك ولو بكلمة، تحضر لهما ما يحبان ولو كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والكلمة الطيبة صدقة. تخيل اليوم هناك أبناء يبخلون على آبائهم بالكلمة الطيبة، الأب أو الأم لا يسمعان كلمة طيبة من هذا الابن. تصور إلى أين وصلنا للأسف. العمل الرابع، قلنا الصيام والصدقة وصلة الرحم، عمل مهم جدا الاستغفار والتوبة.
النبي كان يتوب كل يوم ويستغفر 100 مرة، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. طيب الاستغفار أخي الكريم، لماذا نستغفر في هذا الشهر؟ كما قلت لك دائما أنت الآن في شهر شعبان، تذكر أن الأعمال ترفع باستمرار إلى الله سبحانه وتعالى، فعندما تستغفر الله وتتوب إليه تضمن أنك أصبحت نقيا من الذنوب، فيأتيك شهر رمضان وأنت نقي، فتأخذ الرحمة والمغفرة والعتق من النار، فآخر يوم في رمضان تخرج كيوم ولدتك أمك، نقيا من الذنوب، نقيا من الهموم. وتخيل أن الشيطان لا يحب الاستغفار، يحبك ألا تستغفر لتبقى منغمسا في المعاصي. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فوائد استغفار عظيمة جدا، على رأسها الرزق الوفير. إذا أردت تكثير الرزق فعليك بكثرة الاستغفار. العمل الخامس أخي الحبيب، وهو مهم جدا وغفلنا عنه، الدعوة إلى الله عز وجل. للأسف الله رزقنا وأعطانا كل شيء ونبخل بدعوة لله. ما هي الدعوة لله؟ أن ندعو إنسان لطريق الخير، وهي لمصلحتنا. هذا العمل نحن نقدمه لنا لأنفسنا، الله ليس بحاجة لنا. فإذا اليوم أصبح لديك وسائل سهلة جدا، غير مطلوب منك أن تسافر وتخرج في سبيل الله، طبعا إذا استطعت حبذا، ولكن اليوم الأمور معقدة كما تعلمون في هذا العصر يعني. فاليوم أخي الحبيب أسهل عمل يمكن أن تقوم به أن ترسل رسالة أو مقطع فيديو قصير فيه معجزة، فيه آية قرآنية، فيه حكمة لطيفة، فيه حديث نبوي، فيه حكم شرعي، فيه فقه، ترسله لمن تحب. هذه دعوة إلى الله. يعني نحن الآن ماذا نفعل؟ نستخدم هذه الوسائل التي سخرها الله لنا، وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم، ونبث هذه المعلومات، وكل من يحمل هذه المعلومة وينقلها لغيره له نفس أجر صاحب العمل الأصلي وأجر كل من استفاد منه، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تخيل مجرد أن تحمل أو تنقل هذه المعلومة. الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. العمل السادس أيضا نغفل عنه، الله سبحانه وتعالى يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قيام الليل مهم جدا أخي الحبيب، وقيام الليل ليس من الضروري قيام الليل أن يكون فقط بالصلاة. أعمال الخير في الليل، بر الوالدين يمكن أن تقوم به في الليل، هو جزء من قيام الليل. أن تحل مشكلة لإنسان، هذا جزء من قيام الليل. أن تحفظ القرآن لإنسان، جزء من قيام الليل، وهي أعمال في الليل تقوم بها. العمل السابع والأخير ما هو أيها الأحبة؟ الحقيقة هو ليس بعمل. أنا دائما يعني أعتبر أن يقال في حالة الكوارث الإنسان يأخذ إذا أراد أن يهرب ما خف وزنه وغلى ثمنه. يعني الواحد إذا كان سيهرب من زلزال، من حرب، لا يأخذ معه مثلا هذه الطاولة، لا يأخذ معه هذا الكرسي مثلا، لا، يأخذ قطعة ذهب، يأخذ مبلغا من المال، يأخذ قطعة ألماس، يأخذ جهاز صغير ولكن قيمته عالية هكذا. طيب لو أردنا الآن أن نترجم هذا الكلام بلغة الحسنات، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة يعني الآن نحن ذاهبون إلى الآخرة، نريد أن نأخذ معنا إلى القبر ما خف وزنه وغلى ثمنه. ما هو أكثر 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 عمل تأخذ عليه حسنات؟ ربما تستغرب، هو ليس بعمل، هو مشاعر، حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أثقل شيء، أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. سبحان الله، حسن الخلق هذا هو ليس بعمل. يعني ما هو حسن الخلق؟ أن تصبر على أذى الآخرين، هذا حسن خلق. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا حسن خلق.
احرص على هذه الأعمال السبعة وغيرها طبعا كثير، ولكن أنا اخترت هذه الأعمال لأنها أعمال سهلة وبسيطة وأجرها عظيم جدا عند الله. أذكركم دائما بالصيام العمل الأهم. إذا أردت أن تصوم قليلا صم الاثنين والخميس، ويفضل أن تصوم معظم الشهر. نسأل الله عز وجل أن يعني يعيننا على الصيام وقيام هذا الشهر الكريم، وأن يبلغنا رمضان إن شاء الله، وأن يغفر لنا ويجعلنا جميعا من عتقائه في هذه الأشهر المباركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.